عاش ابن الفارض في بداية حياته طالب علم برعاية والده على مذهب أهل السنة والجماعة من الأشاعرة الشافعية، وقضى كمان عمره متعلق بالذات الإلهية في حالة عشق وحب. للحديث بقى عن سيرة ومسيرة الإمام الصوفي عمر بن الفارض بيشرفني الدكتور إبراهيم الصوفي المعيد بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر. أهلا بيك يا مولانا. أهلا وسهلا بحضرتك. نورنا يا دكتور. تشرفنا بستك. كمان برحب كمان بالمنشد الواعد عبد الرحمن شوشة صاحب الصوت المميز والمريح للقلب قبل الاذن. ازيك يا عبد الرحمن؟ اهلا بحضرتك يا دكتور. النهارده بقى نستمتع بقى باناشيدك وصوتك الجميل. اكيد باذن الله. طيب الاول بقى نبدا بقى مع الدكتور ابراهيم، لو كلمنا عن نشاه الامام ابن الفارض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد السلام. بكل ما احاط به علمك في الدنيا والاخره، وانلنا من خير ما احاط به علمك في الدنيا والاخره، اللهم امين. الحقيقه ان الحديث عن سلطان العاشقين ابن الفارض ينبغي ان الانسان قبل ما يتكلم عنه يقول ان هذا الحديث على قدرنا لا على قدره هو رضي الله عنه. نعم. لان هو ليس شاعر فقط، بل هو سلطان العاشقين رضي الله تعالى عنه وارضاه. هو اسمه عمر ابن علي، ينتهي نسبه الى بني سعد قبيله السيده حليمه رضي الله تعالى عنها وارضاها مرضعه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ابن الفارض رضي الله عنه وارضاه ولد سنه 576 هجريه، عاش في كنف والده الذي كان من كبار أئمة العلم في وقته وأئمة العمل. ده أكيد اتأثر بيه جامد. نعم، اتأثر جدا بوالده، وهو يحكي ذلك أنه يقول رضي الله تعالى عنه وارضاه، وده في رسالة للسالكين لطريق التصوف لمسألة تأثره بوالدي، يقول كنت في أول تجريدي، في أول سلوك لطريق التصوف، أستأذن والدي في الخروج إلى وادي المستضعفين بجبل المقطع، لأن هو رضي الله عنه وارضاه كان الخلوة اللي كان بيعيش فيها في مكان اسمه وادي المستضعفين بجبل المقطم، وكنت أقيم فيها الليالي والأيام ثم أرجع إلى والدي. وهنا قصة يقول فيها الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه مراعاة لقلبه وبرا له، يعني حتى نعم. مع تعلقه مع الحق جل جلاله كان يقوم بواجب والده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والده كان من كبار أهل العلم، وكان يعمل قاضيا، حتى كان فارضا أو فرضيا، يعني اللي بيثبت الفروض للنساء، ولذلك سمي ابنه ابن الفارض، لأنه هو كان الذي يقيم حدود النساء ويثبت الفروض لهن عند الحكام. ابن الفارض رضي الله تعالى عنه وأرضاه والده اهتم به اهتماما كبيرا، حتى جعله يغشى مجالس العلم على المذهب الشافعي وعلى مذهب أهل السنة من الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. طيب هنعرف منك يا مولانا إمتى حبه أو ظهر حبه للشعر والقصائد، بس هنروح الأول لعبد الرحمن وقول لي بقى يا عبد الرحمن انت اكتشفت موهبتك بقى ازاي؟ يعني ازاي تم اكتشافها؟ هل كانت في المدرسه ولا في البيت؟ البدايه طبعا كانت في البيت، الدندنه اللي بتحصل في بيوت كل المصريين. تمام. من ثم يعني كان في مدرس شافني صدفه كده فقال لي اتفضل معانا في الاذاعه المدرسيه، حابين نسمع صوتك. بصراحه من بعدها تاهلت لمسابقات متنوعه والحمد لله حصلت فيها مراكز يعني. طب احنا حبينا نسمع منك، نسمع ايه؟ نسمع مثل النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. رسول الحب أمنيتي، متى عيني ترى عيني، ففي قلبي مسافات يذوبها الحنين إليك. عرفتك طيبا سهلا، عرفت الحب منك وفيك، فمهما ضاق بي همي سيفرج بالصلاة عليك. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا إمامنا، يا محمد، هل حقا تشتاق إلي ترجو أن تسقى بيدي؟ أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى. مت يا مبغض أحمد غلا، قد صلينا اليوم عليه. قولوا صلى الله عليه.
صلى الله عليه وسلم. الله عليك يا عبد الرحمن، صوتك جميل. ربنا يبارك. ما شاء الله صوتك جميل فعلا يعني. طب نرجع بقى للدكتور ابراهيم بقى، وكان قبل بقى ما ينشد لنا عبد الرحمن، امتى ظهر بقى حبه للقصائد وللشعر؟ الحقيقة أن الشعر عند ابن الفرد رضي الله تعالى عنه وارضاه كان طبعا فيه، لم يكن يتكلفه رضي الله عنه. والشيء اللي بيميز ابن الفرد في مسألة الشعر إن هو كان انفعال للمواجيد التي تحقق بها من خلال مجاهداته. نعم. عند الصوفية يقولون من لا ورد له لا ورد له، يعني إن ملهوش ورد من الوظائف العبادية مع الحق جل جلاله، ما فيش وارد من الحق جل جلاله. ابن الفرد لتمكنه من العبادة ولتمكنه من الأوراد الحق جل جلاله فتح عليه بهذه المعاني الطيبة جدا من الأشعار. ولذلك ابن عطاء السكندري بيتحدث، وده فارق في مسألة ازاي ان اهل الله بيتكلموا ويعبروا عن هذه المواجيد، فيقول رضي الله تعالى عنه وارضاه، يعني كلامهم ازاي كلام الناس ولا عبارتهم، زي يقول عبارتهم اما لفيضان وجد او لقصد هداية مريد. يعني الولي اذا تكلم، اذا فتح الله عز وجل عليه بكلام، لا يكون الغرض من هذا الكلام مجرد التنفيس عما في النفس، وإنما يكون لأن وجدانه الداخلي قد فاض بهذه الفيضات الإلهية، وأنه يقصد أن يهدي المريدين بهذه العبارات للحق جل جلاله يمتن بها عليه. لكن ابن الفارض رضي الله عنه وارضاه أملى هذا الديوان بعد عودته من مكة المكرمة. هو عاش فترة في مكة المكرمة كان فيها نوع من السلوك الصوفي اللي هو سير إليها في هذه الفترة. نعم. لما رجع بدأ رضي الله تعالى عنه وارضاه يملي هذا الديوان في مصر، يعني غالبا قبل أن ينتقل بأربع سنوات، في حدود سنة يعني 528-29 هجري. أيوة، بس يا دكتور هو دايما كان مشهور بالقصائد في الذات الإلهية. نعم. لكن قليل في المديح النبوي، ده ما يفهمه الناس عن ابن الفارض. لكن الحقيقة أن جمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان مشهور بكده عليه الصلاة والسلام. لكن الحقيقة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو محل حبه صلى الله عليه وسلم في قلوب كل المحبين، بل حبه صلى الله عليه وسلم هو الباب الأول لمحبة الحق جل جلاله. في قصة مهمة جدا عن ابن الفارض بيحكيها ابنه تبين لنا إزاي أنه كان بيحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه الإقلال من ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم في الشعر كان سببه. ولده يقول رأيت والدي ذات مرة قد تغير حاله في نفس اللحظة، يعني تغير مرة واحدة اصفر وجهه، في نفس الوقت تبسم ثم خر ساجدا لله سبحانه وتعالى. فابنه لما لاحظ هذا التغير سأله وقال يا أبتي ما حدث بك؟ لقد رأيتك تغيرت. قال يا بني لقد فتح الله عز وجل علي ابني بمعنى لم يفتح علي بمثله من قبل. ده ربنا فتح علي بمعنى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا هو الذي جعل ابن الفارض مقلا في ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم في الشعر. قال وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصفه، يعني على تفنن الشعراء في مدحه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الشعر والزمن يفنى، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يدركه الناس. ويكفيه أنه قال رضي الله تعالى عنه وارضاه في مدحه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ته دلالا فأنت أهل لذاك وتحكم فالحسن قد أعطاك. قول انت بقى عبد الرحمن من قدوتك في مجال الإنشاد؟ من المنشدين المعاصرين حاليا هو شيخي طبعا أستاذي الشيخ أحمد النفيس والشيخ منصور السلمي، ومؤخرا بصراحة بسمع الشيخ عبد الله كامل، من المؤثرين جدا في حياتي حقيقة. ما شاء الله. كان جدك أو والدك كان ليه دور كبير جدا؟ رحمة الله عليه. جد رحمة الله عليه كان من أئمة المساجد وكان مؤذن رحمة الله عليه. كان من عاداته إن بياخدنا أو بياخدني عموما أنا والأحفاد يعني للمسجد بدري عشان نسمع الابتهالات، وفي نفس الوقت نعرف شعور ان الانسان السوي بينضج في المسجد. احنا عرفنا ان انت متفوق كمان في الدراسه كمان. اللهم لك الحمد، انا لسه متخرج من هندسه. ايه ما شاء الله. ما شاء الله. طيب نسمع ايه؟ خير البريه. خير البريه. طيب بسم الله. خير البريه نظر الي، خير البريه نظر إلي، ما أنت إلا يا حبيبي كنز العطية، ما أنت إلا يا طه كنز العطية، كم ذا أنادي يا خير هادي، كم ذا أنادي يا خير هادي، يكفي بعدي
يا حبيبي الله. عاطف عليا، يكفي بعادي يا حبيبي عاطف عليا، خير البرية نظر إليا، خير البرية نظر إليا، ما أنت إلا يا طه كنز صلى العطية، الله عليه ما الصلاة والسلام. أنت إلا يا حبيبي كنز العطية. عليه سبحان الصلاة الله، والسلام. صلى الله أحسنت يا عبد الرحمن، والله عليه وسلم. أحسنت. طيب دكتور إبراهيم، لو نتكلم عن علاقة ابن الفارض بالعلماء كمان ومشايخ التصوف في عصره. عصر ابن الفارض كان عصر سخي جدا بعلماء التصوف، وده راجع لان البيئه الايوبيه كانت بيئه محافظه لمذهب اهل السنه في اتجاهات الثلاثه، الاشعريه في المعتقد، والمذاهب الفقهيه الاربعه السنيه، المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، والتصوف تصوف الامام الجنيد رضي الله عنه وارضاه. ولذلك كان العصر ده مثلا نجد ان ابن الفارض علشان يدرس العلم جلس على زكي الدين المنذري رضي الله عنه. زكي الدين المنذري ده كان من كبار ائمه الحديث في وقته، لدرجة ان هو لما التقى بسيدي ابو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وارضاه في معارك المنصورة، سيدي ابو الحسن قال: ما وجدت في الارض، يعني في الارض كلها، مجلسا في الحديث ابهى من مجلس الشيخ زكي الدين، يعني مجلسه اكبر مجلس الحديث في الارض. نعم. وشهادة حد زي سيدي ابو الحسن رضي الله عنه وارضاه لهذا العالم تجعله في الصفوف الاولى. كذلك ابن الفارض اخذ عن الحافظ ابن عساكر، والسيوطي اثبت ذلك، والامام الشعراني. كذلك التقى بالعارف الكبير الصوفي المحقق السهروردي صاحب كتاب عوارف المعارف، وبعض الذين تحدثوا عن ترجمة ابن الفارض يقولون نعم. أنه التقى بالشيخ الأكبر محيي بن عربي رضي الله يعني عنه. يعني العصر الأيوبي ساعده كتير جدا في الانتشار. طبعا العصر العصر الأيوبي، صلاح الدين الأيوبي لما بدأ يكون المدرسة الحقيقية، مدرسة أهل السنة، عمل على مجموعة إجراءات لنشر هذا المذهب. أولا إنشاء مدارس للسنة يتحقق فيها الأشعرية، المذهب الفقهي، التصوف الإسلامي. اهتم بالتصوف لأن التصوف هو البوابة الحقيقية لفهم الدين فهم صحيح، وهو الذي يستطيع أن يدفع كل أشكال التطرف سواء الديني أو اللاديني. فعمل صلاح الدين على إنشاء دار اسمها خانقات الصوفية. هذه الخانقة عمل لها وقف، وكان يجعل عليها رجلا من كبار أهل العلم. في وقف بيصرف على الذين يتعلمون فيها، يتعلمون العلم. فهذا العصر كان عصر كبير جدا، مهد لابن الفارض ولأمثاله نعم. في الانتشار. يعني كان عصر أيوبي يعني كان فيه شعراء كتير، لكن كان إيه هو اللي ما يميز شعر ابن الفارض؟ طبعا ما يميز شعر ابن الفارض أولا أنه نتيجة للسلوك، يعني أنه هذا ثمرة للسلوك الصوفي، فلم يكن تكلفا كما على عادة الشعراء، لأن بعض الشعراء من الممكن أنه هو يتكلف بعض المعاني التي لا يشعر بها. ولذلك حتى المثل الذي يعني يقوله دارس الأدب: أعذب الشعر أكذبه، لأنه هو بيكون بيقول شيء بيتكلفه. لكن ابن الفارض رضي الله عنه وارضاه لم يكن يتكلف، ده حتى الذين عاصروه كانوا يقولون أنه يقول القصيدة على غير عادة الشعراء، يغيب رضي الله تعالى عنه وارضاه في مواجيده، ثم يملي بعد ذلك القصائد. فالقصائد هي نوع من التجلي الإلهي على ابن الفارض. كذلك ابن الفارض كان عنده ثروة لغوية كبيرة جدا، جعلت شعره مليء بالمحسنات البديعية التي يقف عندها الدارس اللغة العربية نعم. متعجب. قول لي طب يا عبد الرحمن، انت ازاي استقبلت خبر تكريمك من الاتحاد العربي؟ حقيقي كان خبر مفرح جدا، يعني خبر كان جبر من ربنا سبحانه وتعالى، بسبب طبعا ضغوط الدراسة اللي بتحصل معانا كطلبة هندسة. دخلتوا من اتحاد شباب العرب تكريم. اللهم لك الحمد، تكرمت منها السنة اللي فاتت. اللهم لك الحمد. السنة اللي فاتت على طول. الحمد لله. طيب وناوي بقى تكمل بقى في الهندسة ولا في الإنشاد؟ والله احنا ماشيين في التراكين، وان شاء الله ربنا ييسر الامر. يا رب يوفقك ان شاء يا الله. امين. طيب في ختام بقى فقرتنا، نسمع منك ايه للنبي عليه الصلاه والسلام، مدلي كده. يا صلاه الزين. والله يا صلاه الزين. يا صلاه الزين. طب اتفضل. بسم الله. يا صلاه الزين، يا صلاه الزين على نبينا، يا صلاه الزين، يا صلاه الزين، صلاة الزين على نبينا، يا صلاة الزين. ليلة حلوة ومحليها، رب القدرة مبارك فيها. ليلة حلوة
قم حليها رب القدرة، مبارك فيها المولى دعانا وجيناكم نمدح طه، فوجدناكم أحباب للزين يا صلاة الزين على نبينا يا صلاة صلاة الزين، الزين. يا صلاة الزين صلاة الزين على نبينا يا يا صلاة صلاة الزين، الزين. يا صلاة الزين صلاة الزين على جمالكو يا صلاة صلى الله عليه وعلى آله الزين. وصحبه صلى الله عليه عليه وسلم. الصلاة والسلام. أحسنت يا عبد الرحمن، سلام يا رب. وبالتوفيق دايما، اللهم آمين يا رب. ربنا يكرمك. اللهم آمين. دكتور بقى إبراهيم الصوفي، معيد بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، حضرتك نورتنا. أنا سعدنا بكم والله، يا ربنا يبارك ويتقبل يا رب إن شاء الله. آمين يا رب. مدد يا رب. يا رب مدد. عبد الرحمن ربنا يوفقك سواء كان في مجال الهندسة أو آمين. في مجال الإنشاء. آمين وإياكم يا دكتور. مشاهدينا الكرام، هنخرج فاصل بسيط ونرجع تاني نكمل مع بعض باقي فقرات برنامجكم مدى.